قال باب ما جاء في السحر. السحر، السحر لغة هو ما خفي ولطف يعني شأنه، الشيء الخفي ولطيف يوصف بالسحر، ده في لغة العرب. ومنه قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، لأن ذلك الوقت من ألطف أوقات الليل وقت السحر وسمي بذلك. طيب، أما السحر في اصطلاح أهل العلم عقد وطلاسم وأشياء يستخدمها الساحر يتقرب إلى الجن ويستعمل الجن للوصول إلى منفعة تعود عليه وقد تضر غيره، منفعة دنيوية، وإلا ما بينتفع منفعة دينية الساحر أبدا. طيب، قال وقول الله تعالى أو قول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، فالساحر لا نصيب له في الآخرة لأنه كافر بالله سبحانه وتعالى. بداية الآية دي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين شنو كفروا، دي فيها كلام كثير عند المفسرين وبعض النقولات إسرائيلية، يقول سليمان عليه السلام عنده كرسي كما في تفسير ابن كثير وفي غيرها من الكتب، والكرسي ده كرسي بتاع سليمان تحته في كتب، والكتب دي الشياطين بتجي تلخبط فيها تحت، لما مات قاموا طلعوا الكتب دي وقالوا مع الناس سليمان عليه السلام ما كان نبي ولا كان صادق وإنما كان ساحرا يستعمل هذه شنو الكتب للسحر ويستعمل الجن، وده خلاف القرآن، خلاف القرآن إن سليمان عليه السلام نبي من الأنبياء، وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، وحشر لسليمان جنوده من الإنس والجن والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر شنو نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي إلى آخر الآيات. وعشان كي سليمان عليه السلام بيختلف من عامة الناس كونه يستعمل الجن ما عن طريق السحر، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت شنو الوهاب. قال الله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص، وأحداث بتبني شياطين بيبنوا عمارات، وفي شياطين بيغوصوا في قاع البحار يستخرجون اللؤلؤ وإلى آخره، وهذا خاص بسليمان عليه السلام ليس بغيره. شكر الرسول عليه الصلاة والسلام لما نازعه شيطان في صلاته وخنقه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وجد برد لسانه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية أي من المسجد يراه الناس ويلعب به الصبيان. فذي دعوة خاصة به، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، عشان ما يقول لك خاتم سليمان ما في كذب ساي، خاتم سليمان شايل له خاتم في ورغام، اي زول شايل خاتم في ورغام دي علامة شر، يا زول بتاع سحر يا بيتعامل مع السحرة يا جاهل بالدين.
ما في حر رابع، رابع ما في، والذي رفع السماء. يا ساحر يا بتعامل مع السحرة يا جاهل. بس اللي قاوا لبسوا كذي شاف الأرقام تقول بيلعب سيجة ولا صفرجة، شغال شايل لها أرقام. انت عاجبك أرقام جيب لك آلة حاسبة، شايل لك أرقام ليه في أصبعك وكذا وكذا، كلام فارغ ساي. قالوا حق سليمان عليه السلام ما في. بعدين رب العزة والجلال برأ سليمان عليه السلام من الكفر ومن السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين شنو كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ده امتحان ودي فتنة، فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. عشان كده السحر على قسمين، سحر عطف وسحر صرف. العطف لتقريب الزوج إلى الزوجة والعكس، والصرف لتنفير الزوج من الزوجة إلى آخره. دي أنواع السحر، والاثنين في القرآن والسنة. أما الأول العطف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى أو الرقي والتمائم والتولى شرك. التولى شيء يصنعونه ويزعمون أنه يقرب الزوج إلى زوجته ويحبب الزوج إلى زوجته والعكس. ده في العطف. وفي الصرف وما يعلمان، وفي الصرف فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وما بتلقى ساحر بيسوي خير، والله كلهم حقد وحسد، ما في ساحر بيقدم خير. انت لقاك ساحر سوى له سحر عشان ابنه جامع، ما بيمش ذاته شغله ده، ما بيمش ذاته. من الأذان الأول الله أكبر شياطين فرتقوا بيمرقوا برا الفتحاب وبرا ومبدى ذاته يمكن، لكن بيسووا دائما شر. تلقى الناس اللي بيستخدموا السحر يمشوا، يا الواحد جاب له خروف وجايبين العقد بتاعتهم دي، دائما يستخدموا العقد. واحد مرة والدتي أنا في البيت قالت لي فلانة ليه قريب 18 شهر زوجها ما بقرب منها. والدتي ماشيت لهم في البيت، المرأة جابت من دولابة سبيبة، والسبيبة ملانة عقد. قلت لها دي سبيبة، السبيبة دي ما سبيبة رجل، والسبيبة دي لونها حمراء. قالت لي أنا، وطبعا هي ما مغطية شعرها لأن شعري ما حمر أسود، دي سبيبة مرأة. فارتكت السبيبة الله يتقبل، وقريت قرآن إلى آخره فارتكتها. والذي رفع السماء ما تم فترة، الله رزقهم طفل، الله رزقهم هن، لأنه رجعوا لبعض. سحر مجار ما يخشى غالين في البلد دي سووا في الشر بس، والتلاقي يجيبوا السحر يخطوه في خشم خروف ولا حمل يطبحوه ويدعوه في البحر ويربطوه. يعني ده خلاص السووا له سحر ده بكموه خلاص، تلقى لاف يلقط في الأكياس تتكلم معاه فطرته ولا بيشتغل بيك، اتغديت ما بيشتغل بيك ذاته، بكموه سووا له سحر. والسحر يؤثر، السحر يؤثر حتى أنك ترى الشيء بخلاف حقيقته في الأصل. يعني ممكن المروة حديد تشوفه واقع عليك وهي ما واقع، خيل إليه من سحرهم أنها شنو تزعى، وهي ما بتزعى حبال، لما رماها حبال وهي لحد وقعت في الواطة حبال، لكن خيل إليه من سحرهم بسبب سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. والله الآية دي من أقوى الآيات اللي بتوري ضعف السحرة، ناس من أضعف خلق الله ما عندهم أي شيء،
الله سبحانه وتعالى تصدق القرآن قال لك ولا يفلح الساحر. ولا يفلح وين؟ في فريق معين، في بلد معين، لا، حيث أتى، محل ما يمشي ومحل ما يستخدم وأي وسيلة يستخدم ما بيفلح. عشان كده رب العزة والجلال قال فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويوريك إنه الساحر مفسد بنص القرآن، زول مفسد وزول ضعيف ما عنده أي شيء. دار تعرفه ضعيف يتحداو، يتحداو وامشي يقول الأذكار، ما تمشي تلف ساي كمان ارمي لك حاجة وما بتاع لخبطة ارمي لك وتجي تقع فيك بعد ذاك انت تقعد ترجف. انت قول الأذكار وتحداو، استعين بالله سبحانه وتعالى. ضعيف يا أخي، إن شي... إن كيد الشيطان كان شنو؟ ضعيفة، ضعيف، يرسي شياطينه 280 يجوا لافين جنب بيتك كذي ما يقدر يخش لك جوا. انت عندك قرآن بتقراه، سورة البقرة كما في صحيح مسلم، يفر الشيطان من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه، بفر بجر منه. شاكي ناس كتار بيتحدون والساحر تلقى ممحن لك والله أنا خدامي دي الخطرين لكن ما قدروا على الزلة. وما بقول شياطيني لأنه لو قال شياطيني ناس بيعرفوا دجال بيجروا منه، ولك خدام. شوف الناس اللي بيغيروا الأسماء كيف، ولك ده الخادم بتاعي. صدق الله، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. الله ما مهلن بديهم مهلة. استمتع بعضنا ببعض، الجن بيستمتعوا بالإنس لأنهم ديل بيتزللوا ليهم ولأنهم بيكفروا بالله ولأن الشيطان داير من بني آدم الكفر ليخلدوا معه في النار. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والساحر بيستمتع بالشياطين لأنه بيخدموه، جيب القروش الفلانية فر يجروا ويجوا ده ضر فلان ضر علان ضر كذا ويتفاخروا به. واحد من أخوانا الأفاضل نحسب والله حسيب من منطقة السوكي، سوكي هناك أيوة جنب سنار، والسوكي كعامة البلاد يعني منهم محسن ومنهم ظالم لنفسه مبين زينا وزي بلاد يعني. قال لي من منطقتنا، قال لي هناك بيفتخروا بالسحر، ولقى عملت لفلان عمل لما مات قتلته به، يعمل له عمل يجننه لأنه ذاك ما بيتحصن وده يبتلى يخلي له في يقع من كبري يهبش له كهرباء من غير ما يشعر لأنه خلاص يتضايق لأنه شياطين بيتضايقوا. ويصحى نص الليل يقول لك حاجة هزتني، ويصحى كذا ويقول لك أنا ما مرتاح في الحياة دي. واحد في منطقة كريتة يسمها جمدني، قال لي زول طلق مرته، مشيت له قلت له طلقتها لي؟ قال والله المرة دي بخش عليها بشوف أحمر عديل بيض نيو حمار خشمه حمار. قال قلت له ده ما سحر، أقسم بالذي رفع اسمه موسى، عمنا موسى الله يحفظه، إنها ما شقروا ولا ما عارف يتصرفوا، الله رجعهم بلاه. يا أخي نازل شغالين إفساد في الأرض. بعدين السحرة ديل يا جماعة ما بساط، كثير من الطلاقات ما عندها سبب. طلقت مرتك ليه؟ يقول لك ما بتعرف تطبخ زي الناس، بس بيطلقوها بكذي وانت يوم العرس جايب لك تباخ ليه؟ يقول لك فارقت عليه، يقول لك والله بس هجمنا ما مرتاح متضايق. سحر كثير ساوين لهم سحر كثير. اخوان اكرهوا بعض، يقول لك انا مما اشوف فلان ده بفور اكون مرتاح بس مما اشوفه افور، لان ساوين لهم سحر. فالناس يا جماعه تتحصن، والناس تقرا القران، والناس تلجا الى الله القوي العظيم سبحانه وتعالى يكسر كيد النازل. اسمه جارما يا اخي، واحد تلقى الليل كله بدل ينوم مع اولاده ساحر، تلقى لافي في البحر من شيطان لشيطان بيسووا له شنو ما بعرف انا الشيطان لافين معاهم ويجوا كذا. يطبح الخروف ما يسمي الله سبحانه وتعالى، ويجيب المرأة ها وكذا وكذا نطي تنط الخروف، والدم يكبوا في جردل ده
دم في جرد الدار تعمل بشنو انت ذكر كذا دار تسوي بشنو كلها بلاوة يا جماعة ومصائب وأشياء سحرة في البلد دي. نسأل الله العافية وناس كتار مضايقين. واحد والذي رفع السماء اتصل بي من فرنسا قال لنا من الجزائر قال واحد من دولة فلانية ماذا أذكره قال دعته للمعصية جارته في فرنسا في عمارة قالت لي تعال فعل بي وكذا وكذا قال لي قلت لا ما بفعل قال لي المرأة دي سوت لي سحر قال لي عندي 15 جرار ما قادر أخذ واحد مفتاح في عربية فيه قلت لي الكلام ده له كم قال 10 سنة قلت لي أقرأ البقرة وأرغي قال لي المشكلة أي زول أمشي أقول له أرغي لي يقول لي فلوس فلوس قروش قروش وده ذاته حيرونا بجنب برضه يا ناس اتقوا الله أدعو الله سبحانه وتعالى أقرأ قرآن زول اقرأ اقرأ بيتضايق في القرآن ده اقرأ قدر ما يتضايق اقرأ لما استفرغ الشيء ده هو اللي يمرق منه ويرتاح انت القرآن قدر ما تقرأ وتتضايق واصل بس واصل واصل وتقح واصل واصل لما الله يفكك. طيب قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والإذن هنا الإذن الكوني وليس الإذن الشرعي فإن الإذن إذنان كما ذكر أهل العلم إذن شرعي يأذن الله به ويرضاه كما في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ده إذن شرعي وفي إذن كوني وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يأذن الله كونيا أن يقع هذا الضرر لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى لكنه لا يرضى بهذا الأمر لأنه حرم السحر. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وخاصة بضر في الآخرة لا نزول أي ما بيخسر أي شيء. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بعد رب العزة والجلال قال ولو أنهم آمنوا واتقوا معناه ما كان عندهم إيمان ولا كان عندهم مجد ذكر العمل الصالح بس تقوى لأنه يا جماعة الزول التقي ما بيبقى ساحر والزول التقي ما بيمشي للسحرة ولا للكهنة ولا للدجالين ولا لبتاعين الودع ولا لدل. يقول لك أنا والله عارفين كلام ده باطل وشياطين وخدام وبتاعين لخبطة يقول والله يقول لك ولدي راح وما الولد درع قدر ما فتحت بلاغ ما لقيته شكاي بمشي للجماعة ذيل بس الزول بس يرجع ولدي ده يرجع تاني إن شاء الله بخليهم. يعني تبيع الدين انت ما الله ابتلاك في ولد ما تبقى زي يعقوب عليه السلام تولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما ذي أداة حصر أشكو بثي وحزني إلى الله تشكو لي الله. وذلك إنسان يسأل الله سبحانه وتعالى سوي السبب ولدك راح أفتح بلاغ وأذكر أوصافه وإلى آخره ورسل في الواتساب وفي وين 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 وأسوي الأسباب الشرعية أو الأسباب الدنيوية المال. بعد ذاك تاني شنو أسأل الله سبحانه وتعالى لكن تفقد الدين بسبب ابتلاء الله امتحنك تسقط في الامتحان. والله عندنا ذهب راح في حرامي راح حرامي سرقوا في شنو في شنو في شنو في إلى آخره. واحدين كمان بيقولوا نحن والله ما مقتنعين بنازل عارفينه الدجال لكن الزولين سووا لنا ضرر تراهبنا مش ليهن عارفين انهم مجارم عشان ننجي موديلك. واحد في بلد من البلدان قال لنا والله بكفر وبسلم قال
بكون مسلم. لكن قال لي مما يسوي لي سحر ده لأولادي ولا لكذا؟ والله قال لي ثاني شفته بكفر عديل، بمشي للجماعة دي، بطلع برا وبجي داخل برا الإسلام يعني. براو قال لي كذا، قال لي بطلع وبجي داخل. قال قلت له الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث، في روايتين أو في حديثين، آية المنافق في حديث ثلاث، في حديث أربع. قال لي يقول لي أبو ثلاثة، أول شيء إذا حدث كذب، قال لي أنا ما بكذب، تب. إذا وعد أخلف، لا لا. إذا أتمنى خان، لا لا. عاهد غدر، دي كلها ما عندي. قال كذا يجيب لي الراء الثاني ذا، وثلاث ثاني فيه الثلاثة وفيه أربعة. وإذا خاصم فجر، قال لي بس دي حقتي ذاته. قال أنا قال لي لما نخاصم بفجر مرة واحدة. قال والله الذي لا إله غيره، بقينا نغنع فيها مسلم وسوي وكذا وكذا. الحمد لله الله يتقبل. المهم طيب، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. الزول يا جماعة لو آمن واتقى الله سبحانه وتعالى ووحد الله ولجأ إلى الله في الرخاء والشدة وتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى وفر إليه لمثوبة من عند الله خير، أي الثواب والجزاء خير والعاقبة لو كانوا يعلمون. الآية الثانية وقوله أو وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الجبت السحر، الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. فهؤلاء يؤمنون بالسحر وبالشيطان. ليس المقصود بوجود السحر وبوجود الشيطان، ده ما أي مؤمن بيؤمن به، وده ما مذموم صاحبه بل محمود، لأنه يصدق القرآن. القرآن أثبت أنه في سحر وأثبت أنه في شيطان، لكن يتعاملون بالسحر، يتعلمونه ويعملون به ويتقربون إلى الشياطين، بل ويعبدونهم من دون الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان. بيجينا باب إن شاء الله عن الكهان. قال الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، في كل مجموعة من الناس أو أهل أو قبيلة أو منطقة، واحد من هؤلاء. وأسد موجود، تلقى بعض القرى، القرية تلقاها طيبة وناس طيبين وكرمة وناس يحبوا الدين، وتلقى عندهم مسجد يجوا يصلوا فيه ويهتموا بالمسجد أكثر من بيوتهم. بيوت تلقاها بيوت طين، والمسجد تلقاه عالي ويتبرعوا له وكهرب، وتلقى زول عمره 80 سنة يجي يقش المسجد. وفيهم خير، يلم فيهم واحد دجالي شايل مخلايا، بس دي الأدوات بتاعته، شايل له مخلايا وشايل له شوال بتاع خيش ولا بتاع سكر فاضي، يخده في ظل، ومخلايته دي فرتقة زي المفاتيح والمفكات يرصها، ده عود، دي برطمانية فيها حاجات، ودي ودعات، ودي كذا، ويجيب له خيوط لافله زي قصب بخيوط اشياء ذاته. واحد في الحصائص تحت السكه حديد، مع النفق بتاع السكه حديد، لقيته ساوي له صحن، جايب له صحن وراسم فيه نجمه وقمر زي الموزه حاجه ساويه في الصحن، وجايب له اشياء يرسل لك الحاجات دي. والنسوان جن اي واحد تجي، والرجال واحدين كمان، ها شوف لنا كذا وغنمايتنا وعمى وراحت وذاك سوى وده سوى، بعد شويه يطلعوا لك اكبر ولي على وجه الارض، ده ذاته بشوال. ناس مجار ملافين في الغرى وفي المدن وفي غيره من الاشياء المحلات. طيب افضل تعريف
للطاغوت ما عرفه به ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، ما تجاوز به العبد حده. الآن الطاغوت من الطغيان، لما طغى الماء تجاوز الحد. الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما يروى عنه: الطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. ولذلك الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود زي العبد وهو راض ده، أو متبوع زي الناس اللي اتبعوا الشيطان، شيطان طاغوت، أو مطاع كطاعة الحكام أو الأمراء فيما حرم الله يستحلون ذلك الأمر. طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث في البخاري ومسلم، وهو حديث مشهور معروف عند الناس، قال: اجتنبوا السبع الموبقات، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبع الموبقات، موبقات المهلكات، يعني سبع معاصي وجرائم من المهلكات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ أي هذه السبع. قال: الشرك بالله، شرك ده أكثر شيء يا جماعة بهلك، والسحر، وده الشاهد من الحديث، لذلك أورد المصنف هذا الحديث في هذا الباب، أورد المصنف هذا الحديث في هذا الباب. قال: والسحر، وقتل النفس التي حرم الله، أي إلا بالحق، إلا بالحق، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. دي سبع موبقات مهلكات تهلك العبد. الشرك بالله، الزول ما يقع في الشرك يعتر، ده رجع بدل ينادي الله سبحانه وتعالى ينادي في الشيوخ: يا برع، يا مكاشف، يا كباش، يا صايم ديم، يا ويل عويس وتيس، معقولة؟ ويا مهال، ما قصدين بمهال الله سبحانه وتعالى، من باب الألفاظ المحتمل وكذا وكذا. وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يسمى إلا بما سمى به نفسه، مهال ده مكاشف تلقاه في اللواري، يا مهال مكاشف، ويا فلان ويا فلان، شرك بالله، زول مات يا جماعة. الله سبحانه وتعالى قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وده زول مات، كيف أنا أعتمد عليه وكيف أنا أديه؟ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. توحيد ده والله في القرآن واضح وضوح. شوف سورة النحل الله يقول شنو سبحانه وتعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. شوف الكلام ده واضح كيف. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، معبودين اثنين، إنما أداة حصر، الله سبحانه وتعالى إله واحد فإياي فارهبون، فإياي فارهبون. وقدم المعمول على العامل فإياي فارهبون، لم يقل فارهبوا إياي،
أو فارهبوني أنا. قال فإياي فارهبون. وقال تعالى في سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. شوف الآية دي عشان ما يقول لك أصنام. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. آيات كثيرة جدا في كتاب الله. يا 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 فلان هو اللي يقول فلان يعلم الغيب. شيخ فلان يعلم الغيب. فلان يرد الضالة. فلان يهب الذرية. عقائد منتشرة وموجودة. طيب والسحر أيضا من الموبقات ومن المهلكات وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه من الكبائر وليست من المكفرات. القتل كبيرة من الكبائر وهي موبقة مهلكة لكن لا توجب الخلود في النار الخلود الأبدي لمن مات ولم يتب. وأكل الربا أيضا من الكبائر. وأكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الربا معروف. الربا ربا الفضل أو ربا النسيئة. ربا الفضل أو ربا النسيئة يعني الذهب بالذهب وزيادة. كمثال ده في ربا الفضل أو ربا النسيئة. يدين القروش ويقول لك بعد شهر بجي بشيله مع فائدة. وطبعا بتحايل وما بقول لك مع ربا بيقول لك مع فائدة. بيقول لك في البنك جاتك أرباح. ما في أرباح مزقتهم قروش قول لهم بشيله زي ما هي. أرباح ما داير. طيب وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. المعركة تبدأ بين المسلمين والكفار. يقوم المسلم شنو؟ إجر يخلي ذيل يخزلون. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يقذف المحصنة العفيفة المؤدبة الغافلات تغفل عنه. هو يقذفها وهي غافلة عنه لا تدري به. ولو درت أيضا يدخل. المؤمنات مؤمنة لأن الزنا من عادة المشركين. قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. وده تلقاه بيقذف المحصنة. بيقذف يعني بقول المحصنة فلانة الفلانية فعلوا بها وفلانة انتهكوا عرضة وإشاعات سامعة زي ما بجوز. والزول لو شاف في عينه لو شاف في عينه ما بجوز يتكلم إلا يكونوا معاه شنو ثلاثة اللي هو كلهم أربعة يكون ما بجوز لك. ولو شفت بعينك ومشيت تكلمت وما معاك ثلاثة بجلدوك 80 صوت. وفاسق تكون فاسق وكاذب مع انك انت شفت بعينك برضو كاذب. الكلام عجيب جدا. ولذلك انت والاولى انك تستر. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره كما في صحيح مسلم من روايه ابي هريره رضي الله عنه. ولو شاف في عينك قال لك استر وما تتكلم الا يكونوا معاك ثلاثه. ولو الثلاثة سترتوا خير وتناصحوا كذا. إلا زول مستمر في الشر وخاصة إذا بجاهر به وتفتح فيه بلاغ معاك ثلاثة شهود. فما بالك هدى لا شاف
ولا شيء، بس اشاعات بس. ولك والله في الاعلام فلانه دي كذا، وفلانه الممثله مع المخرج الفلاني، يا زول انت مالكم الاخبار زي دي، وفلانه كذا، وفلانه الفنان قبضوها في كذا، والفيلم الفلاني ولي الى اخره كله. لا انت ما بتخليه، انت بتنكر عليه بما تستطيع. انا ما لكن ما بتفضحه، ما بتفضحه، تمشي تفتح في بلاغ ولو براك الا معاك ثلاثه ليكتمل، يكتملوا اربعه. لكن كونه انت تنكر عليه، انت لابد تنكر عليه، انت ما بتشوفه تمشي تخليه. تخليه بالانكار بس ولا تعمل معه حاجه يعني؟ لا بتنكر بيدك وبلسانك لكن ما بتمشي تبشع به وشنو للناس او تفتح في بلاغ الا يكونوا معاك ثلاثة شهود. يعني زول دخل غرفة لقى رجل وامرأة بيفعلوا في الفاحشة، ما بنقول يمرق يخليهم، لابد يوقف شنو المنكر، ولابد ينكر بما يستطيع، بما يستطيع، ويوعظهم ويعنف عليهم ويشيد عليهم بما ينفعهم. لكن كمان شنو ما بيفتح بلاغ ولا غيره الا يكونوا معاه شنو ثلاثه شنو. ده ما حكم الشريعه كذا. طيب، علاقه الحديث كما سبق بالباب انه ذكر من الموبقات السحر. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، وفي لفظ ضربه بالسيف. قال المصنف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وهكذا ذكر الألباني رحمه الله تعالى بأن المرفوع ضعيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام، أو ضعيف في ثبوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو موقوف على الصحابي وليس مرفوعا إلى شنو النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أنه موقوف، يعني من قول الصحابي جندب رضي الله عنه. جندب هو الذي قال الساحر حده أو حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف. طيب، هذا الكلام الذي قاله الصحابي في كتب الأصول وفي كتب الفقه تجد كلام العلماء في قول الصحابي هل هو حجة أم أنه ليس بحجة. لكن إذا وافق الصحابي بقية الصحابة أو أقروه وافقوه فلا شك أنه حجة. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الأحاديث وفي الآثار التي ستذكر أن الصحابة وافقوه على ذلك، ومن هؤلاء عمر رضي الله عنه، ومنهم عائشة رضي الله عنها، ومنهم حفصة رضي الله عنها إلى آخره. طيب، مش أنا ذكرت عائشة لكن حفصة رضي الله عنها. فحد الساحر ضربة بالسيف يقطع رأسه ولو تاب، هذا الصحيح من أقوال العلماء، ولو تاب، ولو تاب، لأن الحد يطبق. أزي لو جابوا زول حرامي وقال أنا تبت برضو بيقطعوا يده، لأنه حد. جابوا زول يشرب الخمر وقال أنا تبت برضو يطبق فيه. الأمر الثاني، لأن هؤلاء السحرة العادة فيهم بل هم ليسوا بصادقين، ولذلك يفتح الباب أمام هؤلاء على مصراعيه وتفتح الذرايع لهم لنشر الفساد. قدروا ما يقبضوا ساحر ودجال يقول تبت، بعد يومين تاني ارجع، تاني بعد ثلاثة يوم تبت، ويضر في خلق الله سبحانه وتعالى وينشر الكفر والشر. فده حد يطبق. قال وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة
قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وهذا يوافق ما قاله ابن جندب رضي الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر، فقتلنا ثلاث سواحر. المقصود بالسواحر هنا من النساء، لأن ثلاث جاءت مذكرة، ولا ومعلوم أن العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث من ثلاثة إلى فوق. قال: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. قال: وكذلك صح عن جندب، قال أحمد الإمام أحمد رحمه الله: أي صح هذا عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاسد جندب وحفصة وعمر رضي الله عنهم جميعا. والله تعالى بيّن في القرآن أنه يستعاذ به من هؤلاء السحرة: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر شنو؟ النفاثات في العقد، السواحر ينفثون في هذه العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بيسحر بالعين ده، وناسنا هنا بقولوا ساحر، لكن هو شنو؟ يقول لك فلان سحار. السحار ده اللي بيسمونه احنا بنسميه سحار وكذا، يشوف له صقر فوق عمود يقول ده عامل زي الهمزه الف وهمزه، ويشوف له مره شايله لها طفل ورا، وقعد في البلد لقى له مره شايله لها طفل رابطاه بورا، في نساء كذا بيربطوه بورا بقطع، وشايله لها طشت، قال دي زي البطاريه، قصدي دخل فيها شيء، قال زي البطاريه. فبتلقى زي ديل ديل دي اسمه عائن، اللي هو عن طريق شنو؟ العين. وداك عن طريق الشياطين. ده حكمه في الشريعة إنه مسلم ما كافر، لكن هو مخالف لأنه لم يبرك، يعني ما بقول اللهم بارك. الآن في بعض الناس بيشوف الشيء بيقول ما شاء الله تبارك الله، وبيقول اللهم بارك، هاي وده بشوف الشيء وبعلق عليه وما ببرك، ده قاصده عم احمد. فده ما كافر، لكن هو شنو؟ واقع في شر، الواجب عليه ان يبرك الى اخره. لكن الساحر ذاك الاصلي ذاك بيستخدم الشياطين والاشياء والطلاسم، تلقاه يشيل دم الحيض يكتب به قران، وتلقاه بيسوي الحجبات بتاع دجل، لانه بجينا لقدام أنواع السحر إن شاء الله بتجينا في الباب المقبل إن شاء الله تعالى. في كلام ذاته الرسول عليه الصلاة والسلام قال ده سحر، وهما كفر، إن من البيان لسحرا كما في صحيح مسلم، سيأتي إن شاء الله تعالى في أنواع السحر. فده الفرق بيناتي، داك بتاع العين ده ما كافر، لكن الواجب عليه يقول اللهم بارك أو تبارك الله. أما بتاع الشياطين ده الواجب عليه يتوب إلى الله تعالى ويطرد شياطينه ذيل، ويسلم ويؤمن بالله سبحانه وتعالى، ويحافظ على الأذكار ويتلو القرآن، يطردون. بخافوا تلقى يقول لك أنا والله دار أتوب، لكن مرات يقول لك دار أتوب لكن خايف الشياطين ذيل، أنا تقربت لهم وقبيل وعفصت المصحف وخطيت وأعوذ بالله في كذا وكذا وكذا، ولا خايف يضروني ولا يضروا ولادي، انت يتحصن وتوب الى الله واسلم جديد واولادك حصنون، فما بضروك بشيء. ما شفت ذلك في زمن موسى عليه السلام؟ ألقي السحرة سجدا وآمنوا بالله تعالى، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، بقوا من خيار الناس لأنهم تابوا ورجعوا الى الله سبحانه وتعالى. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. طيب، قال فيه مسائل في هذا الباب: الأولى تفسير آية البقرة، ولقد علموا لمن اشتراه ده جزء من الآية. الثانية تفسير آية النساء يؤمنون بالجبت والطاغوت جزء من الآية.
الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. الجبت في كلام عمر رضي الله عنه، الكلام اللي قاله عمر رضي الله عنه قاله الحسن البصري وقاله ابن عباس وقاله مجاهد وقاله عطاء كما في فتح المجيد أيضا وفي كتب التفسير. قال: فالجبت السحر والطاغوت الشيطان. ده من المعاني. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، من الجن زي الشيطان ومن الإنس كالذي يعبد وهو راض كما في كلام ابن عباس رضي الله عنه. الخامسة معرفة السبع الموبقات أي المخصوصات بالنهي اللي هي السبع المهلكات. تفضل. الخامسة من المسائل معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سبع موبقات، وذكر في أحاديث أخرى موبقات غير هذه السبع، لكن خص في هذا المجلس وفي ذلك الحديث هذه السبع الموبقات لخطورة الذي يقوم بهن، لخطورتهن. السادسة أن الساحر يكفر، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، هذا دليل. الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني الأول في بداية الآية: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والدليل والوجه الثالث في الآية التي بعدها، ولقد علم في قوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ووجه آخر رابع في بداية الآية: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. طيب، هذه أربعة أوجه. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، لقول جندب رضي الله عنه: حد الساحر ضربة أو ضربه بالسيف. ولقول عمر رضي الله عنه في البخاري لما أرسل أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، لم يقل استتيبوا كل ساحر وساحرة فإن تاب أو تابت فاتركوهم وإن لم يتوبوا فاقتلوهم. طيب، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بعده؟ إذا كان السحر كان زمان فكيف الليلة مع وجود هؤلاء الكبار عمر رضي الله عنه، عثمان، علي في زمن عمر رضي الله عنه، والصحابة الكبار ظهر السحر ولم يظهر في صحابي وإنما في هؤلاء السحرة الذين حاربهم الصحابة، فكيف في هذا الزمان؟ شكاية مع الزول يميز، ما أي زول جاب له حاجة خارقة للعادة يقولوا دولي ودي كرامة. كرامة دي أول شيء بتوافق القرآن والسنة، ما بتخالف القرآن والسنة، ما في كرامة تدي جنا، ده مخالف للقرآن. أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وكيف يخلق ده؟ ما في كرامة إنه يعلم الغيب لأنه ده مخالف للقرآن. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ما في كرامة إنه يجيب المضطر إذا دعاه، ينادوه يا فلان الحقنا، ودي يقولوا كرامة لحقنا، أنه يخالف القرآن. أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي إله مع الله قليلا ما تذكرون. والزول ذاته اللي بتقع منه بتجي والكرامة وش بتقع منه؟ بتجي والكرامة ده بكون زول موافق للكتاب والسنة كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ليس كل من طار في الهواء، أو إذا رأيتم من يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا على الكتاب والسنة. زول موافق الكتاب والسنة لكنه تلقى مخالف، والسنة تجي المسجد وتلقى بصلي في بيته في غرفة براو
وتلقاه مخالف للسنة ظاهرا وباطنا، كذي ظاهرا مخالف، أي سنة بخالفة، ويقع في البدع، بخور قايم بخور قاعد وحاجات كر كر كر، ومفلفل لحاجات بيجاي وبيجاي وبيغادي، ولابس لحاجات كذي وشايل باريكو، ويطلعوا أكبر ولي زول مبهدل زاي في الدنيا، طلعوا ولي كبير، أقول يا أخي ويدعي علم الغيب، سحرة وكهنة ودجا ومن الدجاجلة